او بالانجليزي كتبوا على طوفتنا اللي تبونها طوفتنا صبغوها يمكن 10 مرات اي 10 مرات صبغوها المالتن كيك باقي له دقيقتين انزين اوكي كان عندك سؤال سياسي قاعد تسالني اياه قبل الهواء لا 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 هو انزين ما نبي نتحرش بأحد بس في وعود ما صارت في وعود ما صارت صح اي في ناس سوعد وما سوت في ناس نبي اللي يوعد يوفي يوفي إيه ويكون قد وعده ويكون قد الكلمة اللي هو قالها نعم هذا اللي احنا المالتن كيك اعتقد انها خلصت شنو هي المالتن اعتقد انها خلصت إيه اللي بالفرن اللي بالفرن باقي لها دقيقة واربعين ثانية دقيقة واربعين ثانية وهذا الايس كريم اللي سوين اللي مسوينه مسبقا اللي مسوينه مسبقا عندنا المستطيل يبي القفشه تبرد عندنا ها اي عندنا طبعا الطريقه اللي نشيلها مثل ما قلنا احنا ميزته هذه احسن ميزته ان نشيله ام احمد تنفع هذه ولا ما يكون ما تنفع ها طبعا نحط الايس كريم هذه لا صغيره عفوا خلنا بالاوسع سعد ما تفكر هذه احسن شو اسمه طبعا واضح الشوكليت بالنص وواضح الشوكليت اللي يفرق الايس كريم لا تشمون الريحه مشاهدينا لا تشمون اللي احنا قاعدين نشم واو هذا شنو هذا شنو هذا نقص الايس كريم عشان تشوفونه يا ويلي كثر ما اقدر طبعا ايس كريم مثل ما تعرفون فالايس صاك. كريم ميزته النساك بس ابي نشوف الطبقه عشان الله المنظر اي الحين بعد لما نقدمه مع المالتن باذن الله يكون خلص اعتقد خلص اعتقد خلص اعتقد انه خلص المالتن ابي اقدمه خلص بدر انتبه حارة صينية انتبه حارة صينية اوكي يلا الحين الحين جاهزين انت بتشوف المالت هذا المالتن ايوه كلهم راحوا بس شنو حرارته عاليه تفضل 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 طبعا انا مضطره اني اشيلها حاره بس عشان اقلبها ابي اوريكم بس ميزه المالتن بس حاره وايد طبعا حاره انا ماني عارفه بس لازم تشوفونها تنطرون شوية ممكن نقلبهم هذول كلهم لا عشان ما يطلع أي الله يعطيك العافية شوفوا هذا المالتن أنا أبي أقلبها شوي شوي يلا الله صبر محمد صبر محمد بعدينك يلا أنا بحاول أقلبها قلبي هذه قلبتها شوي شلتها أنا أبي ممكن السكينة أنا أبي أسوي لكم كذي وأقول لكم تمتعوا بالمنظر يا سلام يبي له حين الآيس كريم يبي هاي القفشة مالت الآيس كريم ما يبي منها لا موجود بس هذا ليش ما نزل أشوف حد أجيب السمكة هذه ميزة شو اسمه في الشوكولاته السيرب الحين نحطه ويا الايس كريم وين حطيت السيرب بالثلاجة ممكن ناخذه هاتش مع قطعه ايس كريم انا بعد هني طلعت السمكه ها وابي اشرح لكم على الايس كريم طفيت الفرن اوكي ابو سعد طفيت الفرن اي طفيته وهذا الشوكولاته الافران مطفيه بس صار نزلي كذي اوه شوفوا الله
طبعا انا اعتقد ان الفرن صار وايد عليها. انا قلت 250 وايد والله. لا هي 250 بس دائما انا مو متعوده على هالفرن امانه. هذا انا عندي افضل من الثاني تدري، انا استعمله وايد كلش مو متعوده. بس كذي بقوه. الله تحب الضوء بدل؟ شكله وايد حلو، شكله وايد حلو، اخربه بعدين خلاص اكل عني مع مخرجتنا. هذا وهذا الايس كريم، والحين سمكه خلصت قبل موعدها لان شوي معلي عليها حراره عشان الوقت. ما راح يكون حار وايد علي؟ بلا دير بالك. حاليا حار وايد عليك في الوقت. يحترق لساني بعدين ما اعرف اتكلم. دير بالك. بعدين ما اعرف اتكلم. دير بالك من حرارته. شلونها؟ بس طبعا الحراره يمدت شويه الشوكلت، حطوها على 200 احسن من 250 اذا عندكم كونفنشن، واذا عندكم الفرن العادي هي اللي تبي لها 200. الحين بس انا السمكه طلعناها، ودي اشرح اذا الكاميرا تاخذها. ودي اوريكم شيء بس الحين خليني بلي قفله. لاحظ يا جماعه بس شويه، لاحظ شايفين السوائل هذه اللي نازله من هذه رطوبتها، هذه اللي مفقوده عند الخباز. هذه لما تجيكم سمكه ما فيها السوائل هذه اللي شايفينها. وعندك هني الجزء هذا، شوف الخضره مستويه كلها مع نكهة الثوم والخضرة وكل شيء، والتمر هذا أيضا يعطي طعم شيرة حق السمكة. هذا النقرون المشوي الأصلي الكويتي بدون الخباز، لأن الخباز يقول ساعة ونص وايد. هاي شوف ما شاء الله ويزعل. ما أخذت 40 دقيقة. ما يسوي أكثر من واحدة. ما أخذت 40 دقيقة. لا لا يعني هو الفرن ماله قوي جدا. إي بس ياخذ أكثر من سمكة. أنا أبي هني بعد لو نشوف، لو الكاميرا تاخذ كلوز ثاني معلش، بوريكم الدهن اللي قاعد ينزل منها. شوف الدهن هذا الدهن اللي نازل من الخلف هني الصوب، راح تشوف في دهن نازل من السمكة، وهو من العداني وهو من زيت السمكة نفسها. هذا شغلنا مال اليوم أنا ويا أختي أم أحمد. بس كذي وخبزة إيرانية، خبزة إيرانية، تبون عيش مشغول، تبونها مع شاي، كل شيء يصير، كل شيء يصير، المهم هي صح، المهم هي صح. اي نعم يعطيكم كذي وصلنا احنا للنهاية خلاص. بس انت وخذ وانا ما اقدر، بس عقب المنظر هذا وعقب الايس كريم. يا جماعة نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية باذن الله ان شاء الله، ومع اكلات جديدة ان شاء الله. وابي تسامحونا اذا احنا ما سوينا اللي في بالكم، لكن اللي اذا تبون شيء في بالكم احنا حاضرين. واحنا الحين قمنا نسوي كويتي ومو كويتي، يعني لان الكويتي بيخلص، فنبي نمد معاكم شويه ونفتح بعدين، ونفتح بعدين للي تبونه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تسلم يدينكم، الله يخليكم، نشوفكم الاسبوع الجاي مشاهدينا. مع السلامه. مع السلامه.